مرحبا حاج ابراهيم. مدينة. شو اسمك انت؟ ابراهيم. شو اسمك؟ ابراهيم الاصفر. يا سلام. طيب لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ اه بدرس مدني. تدرس مدني في البوليتكنيك؟ البوليتكنيك. يعطيك العافية. عرفنا حالك. استنى 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 استنى. ايوه ارجع لي. يعطيك العافية. الله يعافيك. عرفنا بحالك. محمد عوض، مهندس مدني سنة 5. ما شاء الله. شهير ابو صبحي. طبعا. حاج ابو صبحي. لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ طبعا بدرس. البوليتكنيك؟ لا. ليه؟ يا اخي جامعة حلوة. مش حلوة. حلوة الطلاب. طلابها مش حلوة. طيب ما لها طلابها. هينا تعرفنا عليك. الله يسعدك. مرحبا. مرحبا. عرفنا بحالك. خليل الحراني، طالب هندسة مدنية سنة 5. ايوه خليل يوتيوبر. قطعتنا بدنا نسألك، لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ بدرس مدني نعم. في البوليتكنيك امورك تمام؟ يعني نوعا ما. مرحبا. حي الله يسعدك. عرفنا بحالك. براء حلاوة، هندسة مدنية سنة 3. مهندس براء، بدنا نسألك شو ايش؟ السلام عليكم. السلام. شكلك بتحب التخصص كثير. اه الحمد لله. طيب شو أكثر مادة حبيتها بالمدني؟ أكثر مادة حبيتها والله حبيت الجسور عند الدكتور محمد رجوب. اه طب لو سألتك مين أحسن دكتور درسك؟ والله دكتور محمد رجوب. كله هيك محمد رجوب؟ والله أنا دكتور رائع وبحبه جدا. والله كل الاحترام للدكتور محمد رجوب. مرحبا. مرحبتين. هلا. عرفنا بحالك. يزيد الطنيب، هندسة مدنية سنة 4. أبو الزوز بدنا نسألك، هالجو الحلو إحنا عند البحر، لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ بدرس مدني. في البوليتكنيك أمورك تمام؟ ممكن لا مش في البوليتكنيك. وين؟ يعني في التكنو وفي الأردنية. براء أبو حلاوة أنت أي سنة؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة. بدنا نسألك لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ والله بدرس مدني. في البوليتكنيك؟ في البوليتكنيك. طيب بدنا نسألك مين شو أكثر مادة حبيتها بالتخصص؟ بالتخصص أو بالجامعة بشكل عام؟ في مادة مفهومية إدارية بصراحة كثير رائعة، وكان دكتوريتها الدكتور تهاني السايق، أعطتها أسلوب راقي ولطيف والله يجزيها خير. برجع عالي. ما أنا جبنا إيه عشان هيك ما شاء الله عليه. أبو صبحي شو أكثر مادة حبيتها بالتخصص؟ أكثر مادة حبيتها بالتخصص صراحة مادة بريستريس. بريستريس. لأنه اللي أعطاني إياها الدكتور محمد رجوب وما شاء الله عنه. أنت هيك جاوبت سؤالي، ما فيش داعي أسألك مين أحسن دكتور. خلاص. أهلين. عرفنا بحالك. هاني نمر، إبراهيم الخطيب، كلية هندسة. يا هلا هلا هاني. بدي اسالك باي سنه افتتحت البوليتكنيك؟ بالقاطع التطبيقية. عدد خمسه. عدد خمسه من اسماء عمدة البوليتكنيك. اعطيني مين كان رئيس قسم الميكانيك في 73؟ قطعتنا لو جبت 39. شو شعورك؟ 39 من 40. من 40 كويس اكيد. كويس. ما بتتضايق عليها؟ لا لا طبعا. اها المهم قريبه من الفل يعني. طب شو احسن ماده هيك درستها استمتعت فيها؟ هسه صراحة بالتخصص نفسه هندسة الأساسات هسه، وكتخصصات مثلا بالميكانيك ميكانيكا المواد الفلويد والهيت ترانسفير، وممكن يعني كتخصصات ثانية بالعلوم الإنسانية الكيمياء العامة. شو أحلى مادة هيك درستها استمتعت فيها وأنت بتدرس؟ مادة البريستريس. وأحسن دكتور درسك؟ دكتور عمدي ديسين. طيب لو بيدك الخطة شو بتعدل لنا عليها؟ صراحة بشيل مادة الهيت ترانسفير، بضربها بديلة مشيولة. وبضيف عليها مواد المائيات كثير بزودها في الخطة. طيب بدنا نسألك لو الخطة بيدها، الخطة بيدها شو بتعدل عليها؟ هيت. هيت بنشيل الهيت. شو بدك تحط مكانه؟ طيب شو بنحط مكانه؟ اي قصة ثانية. الله أعلم. حط بريك. أهم شيء حط بريك مكان. نحط بريك. يا سلام. طيب مين أكثر قطاع بتعرف؟ أكثر قطاع علاء الحكيم. واحنا تعين علاء. طيب مين أكثر دكتور درسك بتحبه؟ الدكتور نافذ ما شاء الله. الدكتور عنده علم كبير وما شاء الله عليه، يعني بعطيك من قلب رب، وتحسه بيتعامل مع الطلاب زي كأنه يعني زي كأنه بيتعامل مع أبناء. أيوة. لو الخطة بإيدك شو بتعدل عليه؟ صراحة لا بدي أعدل عليها، بعدل عليها من ناحية الطرق، من ناحية إضافة مواد للسكك الحديدية. مرحبا. أهلا وسهلا. عرفنا بحالك. أنا حذيفة عبد، طالب هندسة مدنية سنة ثالثة في البوليتكنيك. حج حذيفة لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ بتقدر تقول آه. في البوليتكنيك أمورنا تمام؟ مش كثير. طيب حجي شو أحسن مادة هيك استمتعت أنت تدرسها؟ كانت يعني ممتع. هاني بدي اسالك لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ لا. ليه؟ بدرس رياضه. تدرس رياضه؟ تحب الرياضه. اعطيني 50 نقطه. طيب لو الخطه بايدك شو بتعدل عليها؟ لو الخطه بايدي شو بعدل؟ بلغي في العرب 2 من الانجليزي، بزود على التخصص شوي. انت هيك نزلت معدلات؟
مش مشكلة، المهم إن نستفيد. مين أكثر قطاب تعرفه؟ يزن عراراوي. يزن عراراوي؟ عراراوي. كيفك؟ يا هلا. عرفنا بحالك. يزن عراراوي هندسة مدنية سنة ثالثة. أنت الشاب اللي حكى عنك قطاب. والله هلا بالقطاب. طب بسألك ما أنك قطاب. تفضل. لو جبت 39 من 40 شو بكون شغل؟ والله بزعل. تزعل؟ بزعل. على 39؟ اه. أنا لازم 40 يعني. لازم. طيب بدي اسالك، لو رجع فيك الزمن تدرس مدني؟ اه. في البوليتكنيك عادي اوكي الامور تمام. تمام. مين احسن دكتور درسه؟ بالنسبه لتخصصنا في الدكتور امجد ياسين اللي هو مشرف مشروع التخرج تبعي، وفي كمان دكتور نافذ عبد الهادي. وبالنسبه للهندسه الميكانيكيه اللي هي دكتور ايمن العلوين صراحه من اروع الدكاتره اللي مروا علي، وفي كمان دكتوره ريم نوفر. طب انت قطاع، بس بدنا نسألك اعطينا اسم قطاع ثاني بتعرف. اعطينا اسم يعني في زيت صندوقه ان شاء الله. زيت صندوقه. نعم. فيزياء واحد. فيزياء واحد. طيب مين احسن دكتور درسك؟ محمد الرجو. محمد الرجو. طيب اعطينا كمان ونسألك لو بيدك الخطة شو بتعدل عليها؟ لو بإيد الخطة يعني بحذف بعض المواد اللي أنا شايفها صراحة يعني ما راح أكمل فيها، بضيف مثلا مواد أو خلينا نحكي دورات بروكن ودوكاد إلى آخره من المواد هاي. مين أكثر قطاعة بتعرف؟ أكثر قطاعة؟ من اللي بتعرف؟ وفي كثير يعني. هات لك واحد. أول واحد الفسفوس. أنا؟ حرام عليك. في براء ما شاء الله عنه. براء قطاع. يزيد الطنيب. لا يزيد مش قطاع. طيب مين أحسن دكتور درسك؟ دكتور محمد الرجوع. شو احسن ماده اخذتها؟ الاساسات. شو احسن ماده درستها هيك حبيتها في التخصص؟ ار سي 1 عند المهندسه مارسيل، جد انها يعني مهندسه مبدعه ومهندسه محترمه وخلوقه. تحياتنا للمهندسه مارسيل. طيب مين احسن مهندس او دكتور درسك؟ والله المهندس سامر حامد، درسني سي بلس بلس. برا التخصص؟ برا التخصص. التخصص في الدكتور امجد ياسين ما شاء الله عليه، اخلاق وعلم. وفي المهندس مارسيل كمان. خليل لو الخطة بإيدك شو بتعدل لنا عليها؟ صراحة في بعض المواد مثلا ما إلها داعي، خلينا نحكي زي مثلا عربي 2 إنجليزي مثلا سواء 101 أو 102 أنا بشوفها مفيدة لأنه بتفيد كون اللغة ضعيفة أصلا. بالضبط. نعم. خليني كمان. طب شو بدنا نضيف؟ هيك شو بدنا نشيل؟ شو بدنا نضيف؟ ممكن شغلات الشيء اللي له علاقة في الماء. في الماء. نعم مثلا ممكن نخلي المائيات إجباري. ممكن نضيف شغلات ثانيه لها علاقه. والله هلكتنا يا خليل. يعطيك العافيه. الله يسعدك. الله يعافيك. اعطينا اسم قطاعه هيك من اللي بتعرف. محمد صبحي ومحمد سمير. كلهم واقفين. كلهم واقفين ورا الكاميرا. زيت صندوقه. زيت صندوقه. سفاح الزلمه. سفاح. طيب بدنا نسالك هيك، لو في ماده اجت بدك تدرسها ايش بدك تختار تدرس؟ ماده هيك ماده ادرسها ار سي 2. ار سي 2. اعطينا اسم شاب قطاع هيك بتعرف. هو ما اعرفوش شخصيا بس اديب خليل. اديب خليل. طب كونك قطاع تفضل، لو بيدك الخطه شو بتعدل لنا عليها؟ والله من ناحيه اللابات يعني عندنا اللابات بالجامعه هون ضعيفه جدا يعني ما فيها شرح يعني شرح مفصل يعني لازم المهندس يكون يعني من ناحية العملية عندنا كل شيء نظري يعني لازم المهندس يكون من ناحية العملية يشوف كل شيء عملي عشان يتقن. برضو التقارير منسوخة. أيوة التقارير يعني طباعة منسوخة. يعطيك العافية قطاع. يا هلا. طب شو رأيك أنا هسه أبلش معك؟ شو تبلش معك؟ وأقلب عليك الآية. تقلب علي؟ كونك مقدم. الله الله الله. نامج يعني. يلا يا سيدي جاهز. اسمك؟ مؤيد الفسفوس. مؤيد الفسفوس. قطاع دفعتك ولا لا؟ لا لا اعوذ بالله. هاي اشاعات يا زلمه. اشاعات. تصدق اي شيء بنحكى؟ هي الحجه المعروفه طبعا. ماشي. لو رجع فيك الزمن انت تدرس مدني؟ بدرس مدني. تدرس مدني؟ بدرس مدني. في البوليتكنيك؟ في البوليتكنيك. مش الاردني؟ لا لا البوليتكنيك حلو واموره تمام يعني في شويه مشاكل شوي بس البوليتكنيك مكسب. حلو بطلابها يعني؟ والله حلو الطلاب وحلو الدكاتره ما شاء الله. الباقي انا مصدقك صراحه ما اعرفش على القدره يعني امورنا تمام احنا. تمام. افضل دكتور درس وجهه نظر؟ والله في اكثر من واحد لكن الدكتور امجد ياسين له معزه خاصه صراحه. امجد ياسين ودكتور محمد رجوب ما شاء الله عليهم. تمام. برضو المواد اللي درسوا فيها هم افضل مواد لك؟ والله اكثر ماده استمتعت فيها كانت ماده تاهيل المنشات. تاهيل المنشات. تاهيل المنشات. شو رايك بالبوليتكنيك بشكل عام يعني؟ والله شوف رغم المشاكل اللي بالبوليتكنيك لكنها فعلا كانت من احلى الايام
وايام راح تضل معك طول عمرك. ومش بس حلو الطلاب، هاي كلمه حلو الطلاب صاحب نحكيها، لكن اللي عندنا دكاتره مكسب فعلا، يعني بتتربى ايديهم بتتعلم منهم، يعني سواء جانب اخلاقي او علمي او حتى يعني بتقتدي فيهم، وجدا متعاون. بغض النظر بتصير مشاكل احيانا، لكن بتضل بوليتكنيك احسن من غيره. يا سيدي الله يجزيك الخير، احنا غلبناك معنا الله يعطيك العافيه. شكرا.